واصل دكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عقد اللقاء الأسبوعي بالمواطنين للاستماع لمطالبهم وشكواهم في الخدمات والمرافق، وناقش المحافظ عددا من المطالب والاحتياجات والشكاوى تقدم بها مواطنون في بعض القطاعات المتعلقة بالتعليم والبيئة والتضامن الاجتماعي. كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع شركة الكهرباء وقسم الإنارة بالوحدة المحلية بمراجعة الأعمدة وكشافات الإنارة كافة وصيانتها، مع مراجعة التوصيلات الخاصة كافة بمبردات المياه في الشوارع والتأكد من سلامة تلك التوصيلات حفاظا على أمن وسلامة المواطنين خاصة الأطفال.